باقي المشاهدين سلام المسيح وصوم مبارك. اليوم عم بلش عم نكفي نفكر كيف الإنسان بيخلي ذاته على مثال يسوع المسيح في سبيل ملاقات الآخرين. المسيح تيلاقي المرضى أخلى صحته وخاطر بصحته. لما التقى بالعشرة البرص كان في بعد عنهم كثير ويصرخ له من بعيد، ولكن اقترب منهم وشفاهن، وهو بيعرف شو يعني البرص وبيعرف شو يعني مرض البرص ومخاطر الاقتراب من البرص يلي كان المجتمع يحطهم برات الأماكن المأهولة ويرذلهم مخافة أن ينعدوا، مثل ما عم بيصير اليوم مع فيروس كورونا وغيره من الفيروسات. الناس عم تجرب تبتعد عن هالأشخاص لحتى تعزلهم بأماكن صحية طبعا لحتى يشفوا. أما المسيح ما خشي على صحته، ما خاف من صحته، ما خاف عليها واقترب منهم. يسوع ولا مرة كان يخاف يموت ليلاقي الآخرين ليقترب من الآخرين، وهو في عدة أشخاص كانوا ممكن يعرضوا له صحته للخطر أو حياته للخطر، رغم ذلك اقترب منهم ليشفيهم ليخلصهم ليعطيهم ملء الحياة. ونحن أيضا بهذا الصوم اللي عم نقول فيه بدنا نتلمذ للرب يسوع، بدنا نخلي صحتنا إخوتي لنقدر نقترب من هالأشخاص، وهيدي من الأمور الصعبة على الجميع. نضحي كتير من وقتنا ومن راحتنا في سبيل ملاقات الآخرين. اليوم نعيش في عالم عنده عبادة للذات وعنده عبادة للراحة، وأنه الحياة هي قديش واحد بيرتاح وقديش واحد بيكذر وقديش واحد بينبسط. والمسيح عم بيحكيني لغة أخرى، بده يخلص حياته بيهلكها، واللي بيهلك حياته من أجلي ومن أجل الإنجيل هيدا اللي بيخلصها. اليوم كل شيء عم بيحكينا حافظ حياتك وانتبه حياتك وما تعذب حالك وارتاح وما تتقل على حالك، واللي بيزعجك شيله ويلي بضايقك ابتعد عنه. وتقريبا كتار الناس صار كل واحد عايش لوحده بالآخر بعالمه. أما المسيح فبيدعونا للمخاطرة بحياتنا وبراحتنا وبصحتنا للاقتراب من الآخرين. وهيدي تعبير مهم عن حقيقة رغبتنا بحمل الصليب. هيني نبعت الأشخاص على بيوت العجزة، ونسميها نحن مع الأسف مأوى للعجزة، ولكن في البعض كان ممكن يخلي الشخص العجوز عنده بالبيت. في بعض المعوقين أو المتخلفين عقليا عيال عم تتخلص منهم بتحطهم بمراكز مع أنه مش كلهم بشكله خطر، ولكن لأنه مستحيين فيهم. كيف اليوم أنا بدي ضحي وخلي الشخص معي ليختبر محبة العائلية والقرب والاهتمام الحقيقي؟ كيف أنا بدي خاطر بصحتي لأعتني بمريض ممكن يعديني شو ما كان نوع مرضه؟ للمرضين للمرضات الأطباء هو اللي عم بيعرضوا حياتهم يوميا، ولكن أيضا نحن كنا مشجعين أنه نقبل نخلي ذاتنا لنلاقي الآخرين المرضى، لنلاقي المجروحين بذكائهم، لنلاقي المعوقين والمتخلفين والحالات خاصة لحتى حقيقة نحملهم محبة الرب وخلاص الرب. أخوتي ما بيكفي البعض يعمل على بالصوم شي مرة استثنائية، يروح عند هالأشخاص أو قبل الميلاد يعمل شي نشاط ليساعد هالأشخاص، ولكن كيف ممكن نخلي ذاتنا ونلاقي وقت لنقترب منهم دايما؟ حتى في بعض العائلات لنخلي هالشخص بيناتنا، لأنه الإنسان مش بس بيأكل وبيشرب، هو بحاجة لحنان العائلة ولحضن العائلة ولمحبة العائلة ليحس حاله أنه كريم أنه إنسان. ربنا يباركنا جميعا إخوتي ويساعدنا على حمل صليب المحبة والمخاطرة بصحتنا. آمين.